بصوا يا جماعة، أنا قاعد زهقان جدا وعايز أعمل آيس كريم كيتو. بما إن أنا كيتو والدهون معايا، فأنا هقول للحبيب تعمل لي آيس كريم كيتو. لحاب؟ انت اللي هتعمل الايس كريم؟ لا، أنت اللي هتعملي آيس كريم. انا سامع. انا خرمت وداني من جوه. أنا عايز آيس كريم كيتو. خلاص هنعمل ايس كريم كيتو اللي هو بالكريمة ده أه، طعمه اللي حلو أوي. عملناه الاسبوع اللي فات. ده طعمه أحلى من الآيس كريم العادي على فكرة. مخدوم طب مخدوم، بيبقى لنا ميه بره اصلا، ميه بيضه. بقول لك ايه، بس خلي بالك انت المره اللي فاتت لما وقفت الاسبوع اللي فات على الميزان الدكتور قفشك. ما مش هقول له بقى، هقول له انا هيعرف ملتزم تمام، هيعرف ده هرشان. خلي بالك هقول له بقى، انا ملتزم. بس اقول لك على حاجه، انت المره اللي فاتت قعدت تقول له انا يا دكتور ما خرجتش من الكيتو ملتزم، ومش قال لك انت اكلت حاجه اكلت، وكان مصر. وانت في الاخر خالص رحت قلت له ده في انا اخر اكلت المتابعة، كيتو. لما في شليته الاخر جبت خالص له جلطة. جاله خلاص، الراجل كان قاعد خلاص يعني. رحت انت قلت له انا اخدت ايه، ايس كريم كيتو، وقال لك ما تعيش كده تاني عشان الكريمه بتثبت. بعدين انت ايه، انت قال لك انت حطت قد ايه، قلت له حطت مش فاكره قد ايه، قال لك ده كتير. ثانية واحدة، ثانية واحدة. أنا مش أنا أنا بديت دايت السبت اللي فات. الفري الخميس طبعا، الفريق المره خميس اللي فاتت معروف، معروفة فريق معروف خميس. يا جمعه. فاحنا هنقول له بقى إيه نقول للدكتور إن أنا إيه، وأنا رايح له المتابعة أقول له أنا أكلت آيس كريم الجمعة. يقوم هو عامل حساب إيه، ال 300 جرام أو 400 جرام اللي حاسدهم، أو الزيادة الوهمية ديت، أو ينزل بقى نص كيلو. يعني أنا لو هنزل هو وكرمه، هو كرمه بقى هو نازل نص. بس أهم حاجة وأنا داخل أقول له أنا أكلت آيس كريم انت كيتو. ما بتقولوش انت في بعد ما خلاص ما بخاف، بخاف منه. خلاص ده الراجل بيفضل قاعد مصر على مجهود بخاف، ومصر، وهو مصر وانا مصر. وفي الاخر هو اللي بيكسب. طب اقول لك على حاجه، اقول لك على حاجه. بص، انا همشي ليزي كيتو، عشان انا عايز حاجه، حاجه مسكره، همشي اللي هو كيتو الكسول. ماشي وانا معاك، ايه رايك؟ وناكل ايس كريم. ها انا موافق. ماشي. طب ووزن اللي مش عايز ينزل ده بقاله بتاع اسبوعين مش انت قلت ليزي ثابت؟ كيتو؟ ليزي ده كيتو. هينزل ازاي؟ طب بغض النظر، تعالى بقى، تعالوا معايا كده نخش المطبخ ونعمله الايس كريم الكيتو، طعمه حلو. هو الدكتور بيعرف على فكرة، ده رقم واحد. ده رقم اتنين، رقم اتنين الكريمات والاجبان زي ما انا قلت قبل كده في الكيتو دي تاخده بحذر شديد جدا، لان اكتر من كده بيفرز معاه هرمون الانسولين، بلس ان الكريمات اللي موجودة في الماركت كله في السوق الله اعلم بمكوناتهم، هل حاطين نشا ولا لا، فبنعلي الدهون وبنعلي النشويات. تعالوا معايا كده بس جوه في المطبخ. رحاب هيحضروا ايه يا رحاب؟ ايه، كريمه، كريمه سكر دايت، سكر دايت، فانيليا، فانيليا، ومعلقه كاكاو خام. تمام، بقى عشان هي هتعمل شقين، جنب ابيض وجنب ايس كريم. طيب، وفي حاجه، في حاجتين اضافيه. إيه الحاجه التانيه اللي هي شوكولاته، هنسيحها اللي هي شوكولاته الدارك. ايوه تمام. والاضافي التاني اللي هو رشه دندو. عملكوا احلى شغل، اقسم بالله، رشه اقسم دندو بالله. مجروش كده. طب هو 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 يلا بينا على المطبخ، يلا بينا على المطبخ. بس خلي بالك ده الدكتور مش مهم بقى، انا هقول له، هقول له، خلاص هقول نكون صراحه معاك. هقول له، هقول له، تعالوا معايا.